جلسة رمضانية طيبة على قناتنا سيدتي سادتي جمهورنا الرياضي الكريم في كل مكان، شكرا على وفائكم لنا، مرحبا للجميع معنا إلى هذا الموعد الرياضي المتجدد وعد جديد من برنامج من الملاعب الحدث. بعد يومين من الآن المباراة الدولية الرسمية الثانية للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام نظيره القمبي برسم الجولة الثانية لتصفية كأس أمم إفريقيا 2008، وهو سبب تأجيل الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني الأول. لذلك فالاهتمام الكروي تحول نهاية هذا الأسبوع للقسم الثاني الممتاز والجولة الثامنة التي تتصدرها قطعا القمة التقليدية القسنطينية بين الشباب والمولودية والمقترحة عليكم على المباشر في برنامج من الملاعب لهذه الظهيرة، جولة تلوح في صالح الرائد اتحاد عنابة الذي سيستضيف ليلا اتحاد بيسكرا. البرنامج الكامل بسرعة سامي للجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني الثاني التي ستلعب ظهر اليوم، يجدد فريق اتحاد ميطال الدرعان، مولودية سعيدة، مولودية باتنا، مولودية بجاية، سريع المحمدية، أمل بوسعادة، شبيبة السيارة. المباراة تلعب بدون جمهور. اتحاد بالعباس، رائد القبة، جمعية الخروب، نادي الرغاية. المباراة كذلك تلعب بدون جمهور. مولودية العلمة، اتحاد الحراش، شباب قسنطينة، مولودية قسنطينة المقترحة عليكم على المباشر، واتحاد عنابة، اتحاد بيسكرا. المباراة تلعب بمدينة عنابة بداية من الساعة 10 مساء تحت الأضواء الكاشفة وبدون إطالة. أتحول بإسم حضراتكم سيدتي سادتي إلى ملعب الشهيد بن عبد المالك بمدينة قسنطينة والشوط الأول من المباراة والقمة القسنطينية المرتقبة بين شباب قسنطينة واتحاد قسنطينة، والتعليق لزميلي محمد صالح بوساكر. فإلى هنا. مرحبا سيداتي أوانسي وسادتي جمهورنا الرياضي الكريم، تحية رمضانية من ملعب بن عبد المالك بقسنطينة، والنقل المباشر لوقائع مباراة القمة أو الدربي القسنطيني بين الشباب والمولودية برسم الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني الثاني. إذن الفريقان يلتقيان مجددا، لكن هذه المرة في القسم الثاني، لذا طموحات الفريقين هي الصعود والعودة إلى القسم الأول بالنسبة لشباب قسنطينة الذي غادر هذا القسم الموسم الماضي، بينما مولودية قسنطينة التي تلعب للموسم الرابع التوالي في القسم الثاني تحاول هذه المرة، والفرصة مواتية باعتبار الانطلاقة الموفقة للمولودية العودة أيضا إلى القسم الوطني الأول. جمهور قياسي كالعادة لما يتعلق الأمر بلقاء المولودية والشباب، نتمنى فقط أن نعيش أجواء رياضية كبيرة هذه الظاهرة على غرار ما عشناه أو ما عاشه الجمهور الرياضي في دربي العاصمة، اللي يبقى نقطة إيجابية جدا نتمنى أن تكون القدوة والمثال بالنسبة للجمهور الرياضي الجزائري. إذن ولكن الآلاف من الأنصار اليوم لم يتمكنوا من الظفر بمقعد داخل مدرجات ملعب بن عبد المالك نظرا للطاقة الاستيعابية الضعيفة لهذا الملعب، على اعتبار أن ملعب الشهيد حملاوي مغلوق أو غلق الموسم الماضي حيث انطلقت به الأشغال. إذن الجمهور القليل القياسي إن صح التعبير مقارنة بالمقابلات الماضية، ولكن قليل بالنظر للآلاف من أنصار الفريقين. بالنسبة لتشكيلة الفريقين بين مولودية قسنطينة، اعتبار أن شباب قسنطينة هو الذي يستضيف مولودية قسنطينة، بنفصال زرق، بن ساسي نصر، كشوط، ياسين شاوي، كمال قربو، أحمد قائد الفريق، مكحوت أحمد، آيت مختار، مهنوي، نادير بن رباح، بولمدايس وعباد لي، اللاعبين البدلاء بالعياضي، بطوبة، بخا، عبد القادر، جارح، جارف، شيحة، والحارس الثاني قريشي، يدرب الفريق عبد الكريم لطرش. إذن تشكيلة مكتملة بالنسبة لمولودية قسنطينة في مباراة اليوم، بينما شباب قسنطينة اليوم يدخل بالتشكيلة التالية: بابوش ياسين في حراسة المرمى في غياب كل من عرامة بن حسن جفال وأيضا بوشت. إذن بابوش في حراسة المرمى، نزليوي، صدرتي، عوامر، زدان، بالغربي، بوضياف، بوديلي، سيبي، قاسمي، وشام، اللاعبين البدلاء: برباش، عوامري، فارس العوني، عاشوري، العمش، مزياني، والحارس الثاني عويطي ميلود، يدرب الفريق نور الدين السعدي. بعد قليل سيعطي السيد محمد زكريني على الصورة أمامنا الحاكم الدولي، سيعطي بعد لحظات إشارة انطلاق اللقاء، لقاء القمة الذي ينتظره الجمهور الرياضي وخاصة عشاق الكرة هنا بقسنطينة، القسنطينة التي عاشت على أجواء هذا الدربي منذ نقدر نقول منذ صدور
الرزنامة الخاصة ببطولة القسم الوطني الثاني. إذن أجواء كبيرة سنعيشها، نتمنى أن نشاهد مقابلة في المستوى. ويرافقني التقني والمدرب السيد رشيد حميمدات الذي سيرافقني في التعليق على أطوار المباراة. وأمامنا الحارس بابوش ياسين، حارس إذا كانت هذه دقيقة صمت. سينطلق اللقاء بعد لحظات. السيد رشيد، قبل الانطلاق بلحظات فقط، كيف تشوف اللقاء على ضوء المعطيات المتوفرة لديك؟ نتمنى أن يكون هذا الديربي اسما على مسمى، وأن تكون المقابلة في المستوى إن شاء الله. وضربة البداية لمولودية قسنطينة باللباس الأبيض أمام شباب قسنطينة بلباس المعتاد الأسود والأخضر. ورأسية تبقى تعاود ترجع لبولمدايس من جانب مولودية قسنطينة، والكرة بعيدة. إذن الجمهور الغفير الذي حضر المباراة اليوم واللي تنقل للملعب منذ صباح اليوم رغم الأجواء الرمضانية، لكن الجمهور تفضل التنقل عن مبكرا إلى الملعب حتى يتمكن من متابعة اللقاء مباشرة. وشام محاصر ومضايق باللعب كالشوط، الحاكم الفكرين يقول خطأ لوشام. الجناح الأيمن لشباب قسنطينة تنفذ بسرعة من نزليوي ناحية وشام، ما يمرش أمام العودة الموفقة من صايبي توفيق أو من مهنوي. صايبي توفيق هو من إلى في صفوف شباب قسنطينة رقم 14. مهنوي نادير، والانطلاقة في الوسط من مهنوي نادير ناحية بالربح صالح العاب المولودية اليوم في مباراة اليوم بخبرته وتجربته. انطلاقة في الوسط دائما الكرة لصالح المولودية، وتدخل الحكم يقول فيه خطأ وما يمرش اللاعب أمام التدخل الموفق من دفاع شباب قسنطينة أمام بولمدايس اللي يتحرك كثير كقلب هجوم بالنسبة لمولودية قسنطينة في مباراة اليوم. وبابوش ياسين حارس مرمى شباب قسنطينة في نصايحه للدفاعه يطلب اليقظة والحذر في كرة ثابتة هي الأولى أمامها بالربح، لكن يترك الكرة لمكحوت لعب وسط ميدان راح يسدد، لكن يفضل يغير تماما. وين موجود الظهير الايمن بن ساسي يحاول يراوغ لكن ما يمرش، والحكم يقول فيه 6 امتار. عاود امامنا ناصر بن ساسي الظهير الايمن لمولوديه قسنطينه في مباراه اليوم في غياب اللاعب مدور اللي مازال مصاب. وهزيج كبيره في اجواء مناخيه جيده بعد الحرارة التي اجتاحت مدينة قسنطينة والبرودة التي ميزت المدينة صباحة اليوم. تنقشع السحب وتعود الشمس إلى السطوع، نتمنى أن تكون الأجواء مناسبة للبذل والعطاء من طرف اللاعبين وإمتاع الجمهور الحاضر وكذلك المشاهد الكريم الذي يتمنى كما قلت في بداية الوصف أنه يشاهد مباراة كبيرة على غرار ما شاهده في ليلة رمضانية ستبقى خالدة بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر. نتمنى أن نشاهد الأهداف، نتمنى أن نشاهد العروض الكروية الشيقة، ونتمنى أيضا التشجيعات المتواصلة في إطار الروح الرياضية بين الأنصار هنا بملعب بن عبد الملك. آخر لقاء بين الفريقين كان في الموسم 2003-2004 لقاء العودة، وانتهى بتفوق لشباب قسنطينة بهدف لصفر، وهو الفوز اللي يسمح لشباب قسنطينة من الصعود إلى القسم الوطني الأول، بينما مولودية قسنطينة اكتفت بالمرتبة الثانية. والحاكم زكريني يوجه البطاقة الصفراء الأولى لفضيلي بعد احتجاجاته. زكريني الحاكم الدولي 44 سنة. وأول بطاقة صفراء لفضيلي مراد من جانب شباب قسنطينة. وكرة لدفاع شباب قسنطينة بعد ما لبس بولمدايس الكرة باليد. سيارة حول الكرة ما توصلش، وموجود من هناك بن ساسي في إبعاد الكرة ناحية عبادلي. عبادلي هداف فريق مولودية قسنطينة أمامنا على الصورة، صاحب البنية القوية
اللاعب السابق الموسم الماضي لأمل بوسعادة والانطلاقة مهنوي. يوصل كورتو لبولمدايس أمام بالربح، يفضل الرجوع للوراء، تبقى للمولودية في منطقة شباب قسنطينة. مكحوت يغير تماما، جميلة على الجهة اليمنى وين موجود بن ساسي، يبحث عن رفيق ولكن تمريرته ما توصلش ومقطوعة، مقطوعة من طرف الدفاع ومن طرف صدام رقم 26 أمام اللاعب بولمدايس. تبقى للمولودية توزيعها، وابو المدايس مرة أخرى محاولة الضغط مع انطلاقة المقابلة من جانب مولودية قسنطينة، والحاكم زكريني يقول خطأ لدفاع شباب قسنطينة. أمام زكريني بصرامته المعهودة، حاكم دولي سيتنقل إلى مصر غدا لإدارة لقاء دولي بين مصر وغامبيا، ولكن في إطار الألعاب الأولمبية بالنسبة للاعبين الأقل من 23 سنة. توزيع من كشوط داخل ناحية عبادلي ما يتمكنش منها بعد التدخل الموفق من عوامر، والانطلاقة من الوراء من فوديلي لبودياف في الوسط، تعود ترجع لصدراتي على الجهة اليسرى كظهير أيسر، يفضل يعود يرجع للوراء ناحية بالغربي، البحث عن الرفيق والتمريرة القصيرة تعود توصل لبالغربي مرة أخرى، ثم فوديلي دولي في تنظيم اللعب انطلاقا من وسط الميدان بالنسبة لشباب قسنطينة. ما يمرش بالغربي وين موجود مكحوت، تبقى في منطقة شباب قسنطينة، وكأن البداية توحي بأن فيه صرامة بالنسبة للاعبين، ما فيش تسامح للمراقبة الفردية والرقابة الفردية، وسد كل المنافذ الانطلاقة مرة أخرى لشباب قسنطينة هذه المرة، لكن ما يمرش، وتدخل منك الشوط محاولة الصعود ما يمرش، الحكم يقول خطأ بعد ما انطلق بالكرة كشوط. الظهير الأيسر أمامنا نزليوي رقم 30، الظهير الأيمن لشباب قسنطينة نزليوي محمد المستقدم من فريق نصر حسين داي. فوديلي والانطلاقة تعود ترجع لنزليوي في وضعية جيدة، يوزع كورته هيلا وتدخل الدفاع، وموجود بن ساسي في المكان المناسب ويبعد الكرة، وأول إنذار من هجوم شباب قسنطينة لدفاع من مولودية. ضيعة ولا أحد، وسهلة لشوي، شوي كمال ناحية بولمدايس ممتازة في العمق على الجهة اليمنى اللي بالربح، محاصر بعوامر، محاولة المرور والمراوغة، يحافظ على كورته بالربح أمام عوامر، والحكم يقول التماس لشباب قسنطينة، وصراع أرضي على الكرة بين بالرابح وعوامر محمد. مساعد قلب دفاع شباب قسنطينة، الشباب اللي اليوم يلعب المباراة منقوص بعناصر أساسية نقدر نقول، سواء بالنسبة خاصة في الدفاع بالنسبة للقائد والمحنك طارق عرامة بسبب الإصابة في اللقاء الأخير أمام اتحاد الحراش، وأيضا بن حسان وجفال، إلى جانب الشت الذي طرد في المباراة هذه في المباراة الأخيرة، في حين المولودية تلعب بتشكيلة مكتملة. وفوديلي قريب وراء كل الكرات، ما لقاش الحلول، ما عندوش حلول كثيرة. في الأخير يوجد بودياف يوزع كورتو، تعاود ترجع مرة أخرى لسايبي، صدراتي ينطلق، صدراتي في وضعية جيدة يراوغ، يدخل داخل منطقة العمليات، وخطأ، خطأ على خط منطقة العمليات بعد تدخل من بن ساسي ناصر أمام صدراتي فؤاد رقم 17 الظهير الأيسر. أمامنا صدراتي قائد الفريق صاحب آخر محاولة، ولكن بن ساسي يفضل العرقلة حتى ما يسمحش لي صدراتي من التوغل. هاي الإعادة، أو مكحوت رقم 9 هو اللي كان في المكان في مكان بن ساسي الظهير الأيمن، وأول كرة ثابتة وصعبة لمصلحة شباب قسنطينة تقريبا على خط منطقة العمليات أمام الكرة السايبي وفوديلي. فوديلي ناحية سايبي، سوء تفاهم، والحكم يقول فيه خطأ. كريني كانت الكرة ذكية ولكن سوء تفاهم بين اللاعبين، يفوت الفرصة
على شباب قسنطينة من كرة كانت تبدو خطيرة بعد مرور ست او سبع دقائق. سي محمدات كيف تشوف ويبادر بحملات هجومية منظمة قد تشكل خطر على الفريق قسنطين. وكرة في العمق ولكن بوضيف في وضع التسلل او قاسمي رضا. قاسمي رضا لان بوضيف هو رقم 18 وقاسمي رضا هداف فريق شباب قسنطينة كان في وضع التسلل بأربعة أهداف الموسم الماضي كان يلعب لمولودية قسنطينة. إذن اللاعبين يتعارفون فيما بينهم. وكنا نشاهد جن من الجمهور الذي يتابع اللقاء وتدخل قوي من صدام أمام بالرابح وزكريني يقول خطأ للمولودية. شاب صدام أصغر لاعب فوق أرضية الميدان وفي تشكيلة فريق شباب قسنطينة. هاو كان تدخل من الخلف كان قوي من صدام حمزة تنفذ بسرعة الانطلاقة صايبي ناحية فضيلي لكن ما يمرش امام مكحوت. الحكم يقول خطا يتنفذ بسرعه صايبي ما يتمكنش منها تسرع في تمرير الكره تعاود ترجع لايت مختار في وسط الميدان في العمق لكن كورته ما توصلش لمهناوي ويبقى بدري معزول وسط دفاع شباب قسنطينة. الان تلحقوا الكره راسيه من هذا الاخير لبول مديس والتغطيه من صدام كاد يرتكب خطا صدام خروج بطيء لبابوش ومن حسن حظ صدام انه ابعد الكره امام التحرك السريع لبول مديس. فوديني على الجهه اليمنى ناحيه قاسمي تعود ترجع سايبي لفوديني مره اخرى وموجود امام شاوي والتغطيه ممتازه من قربها احمد قائد فريق مولوديه قسنطينة. امامنا العائد للفريق بعد ما لعب الموسم الماضي مع جمعيه الخروب تمريرة تقريب كل تمريرات سايبي لحد الآن ضيعة وهو الذي عودنا على مردود أحسن رقم 14 سايبي توفيق وكأنه يبدو فيه ارتباك على اللاعب شيء طبيعي من حمدات المباراة الداربي مثل هذا اللاعبين يعني ينتظروا وقت أكيد هي قمة كبيرة وبالتالي شد الأعصاب كبير وهو ما يجعل اللاعبين بعض اللاعبين يتأقلمون تدريجيا مع جو المقابلة. إذن أنا نقدر نقول التحضير البسيكولوجي هو أساس هذا أكيد التحضير البسيكولوجي له دور جد إيجابي في تحضير اللاعبين للانطلاق في المقابلة وخوضها منذ البداية. والجمهور ينتظر في عروض أحسن وفي هجومات أخطر من الجانبين. أمامنا مدافع فريق مولودية قسنطينة هو لاعب وسط الميدان أيت مختار المستقدم من شبيبة بجاية اللي كان غايب في اللقاء الفارس أمام اتحاد بن عباس بسبب العقوبة. نظرات طويلة من هذا الأخير تبقى لسايبي وينطلق من هناك بالغربي يلحق على الكرة وأمام مهناوي وزع وتدخل دفاع من قربوعة وأول ركنية قربوعة أحمد ما يتركش المجال للمهاجم تنفذوا فوق المرمى تنفذت بسرعة الكرة هذه من هشام زهير أمامنا العائد إلى فريقه بعد ما لعب الموسم الماضي لشباب باتنا. وبنفيسة الأزرق الذي أدى مباراة رائعة أمام اتحاد بن عباس وكان وراء الفوز الذي حققه فريق مولودية قسنطينة ولو كان بصعوبة أمام اتحاد بن عباس. شاوي كمال محور الدفاع راسيا بول مديس نزليوي ثم آيت مختار في الوسط لبالرابح آيت مختار مرة أخرى جميلة بين عناصر مولودية قسنطينة مدحوش بالرابح ثم بنساسي يحاول الصعود كمدافع أيمن يحاول يسد هيلا بقبضة اليدين والحارس بابوش بصعوبة بعد تسديدة قوية أول لقطة خطيرة في المباراة لمولودية قسنطينة كان وراها هذا اللاعب ناصر بن ساسي بتسديدة قوية والحارس بابوش في المكان المناسب إعادة مرة أخرى باليسرى وبابوش بصعوبة ياسين إلى الركنية
الأولى للمولودية رأسية من مهناوي والخطأ يقول زكريني للحارس دفاع والحارس بابوش ودفاع شباب قسنطينة تنفذ بسرعة إلى الوراء لنزليوي محاولة الانطلاق وبناء الهجوم بالنسبة لشباب قسنطينة انطلاق من منطقته تدخل من الخلف كان ممتاز من كشوت أمام قاسمي تعود ترجع لك الشوط وخطأ مرة أخرى الحاكم زكريني تدخلات قوية ودفاع بدني هذه المرة بالغربي أمام كشوت وخطأ وكرة ثابتة أمام كشوت الذي سجل هدف الانتصار أمام لاعب الكريم الأطرش في توجيهاته كشوت يوزع كرة داخل منطقة العمليات ما توصلش لعبادري تبقى للمولودية توزيع أو تسديدة مرة أخرى من ناصر بن ساسي لا يصعد كثير لكن العودة نتاعو بطيئة الربع ساعة الأول 0-0 بين الفريقين بين المولودية والشباب هشام يراقب كورته جميلة هائلة مريرات وضيعة مرة أخرى من صايبي صايبي مازال يبحث عن ذاته في المباراة لحد الآن بالرغم من مرور ربع ساعة الأول ويبقى دفاع مولودية قسنطينة أحسن دفاع لحد الآن في بطولة القسم الوطني الثاني لتلقيه لهدفين فقط صايبي يعود يرجع إلى الوراء هيلة ممتازة من اللاعب عوامر أمام بدري مرة أخرى بودياف وفوديلي والحكم يقول فيه خطأ بعد اصطدام فوديلي لاعب من مولودية قسنطينة هيئة مختار البدولي وخطأ لشباب قسنطينة دراتي صاحب التسديدات القوية باليسرى وكأنه يترجى زملائه باش يتركوا له المجال لتسديد هذه الكرة الثابتة والجمهور يبقى متعطش لمردود أحسن مما نشاهد وكذلك الأهداف حتى تنتعش المدرجات وتبعث الروح في هذا الجمهور الذي تنقل باكرا إلى ملعب بن عبد الملك بقسنطينة صدراتي بالفعل هو الذي سيتولى التسديد وجود أمامه فونزيلي وكذلك بودياف رقم 18 من سيتولى التسديد الجدار يتكون 4-5 لاعبين ينضم إليهم عبادري ينزل من الهجوم لمساعدة الدفاع كرة ثابتة صدرات قوية تصطدم بالدفاع ووضعي التسلل السيد طاهر بالعيد يقول وضعي التسلل كان هذا نزليوي محمد هو تن أيضا يصعد على الجهة اليمنى في مثل هذه الكرات الثابتة ويبحث طبعا عن التفوق العددي داخل منطقة مولودية قسنطينة والبحث عن الخطأ والاستفادة من الأخطاء التي ترتكب من طرف الدفاع بدري ما يمرش بدري معزول وسط دفاع شباب قسنطينة رغم أن عبادلي في البداية والانطلاقة كانت قوية في المباراة الأولى أمام اتحاد بسكرة وسجلت على إثره المولودية فوز عريض بأربعة أهداف لهدف واحد سجل منها عبادي ثلاثية وكرة ثابتة أخرى بعد لمس الكرة من قبل كشوف ياسين هذه المرة فوديلي بخبرته وتجربته أيضا سبق له أيضا واللعب لفريق مولودية الجزائر والأزرق بنفيسة في تنظيم دفاعه فوديلي هل يسدد أو يوزع يفضل يوزع تصدد الدفاع الكرة صعبة والحاكم يقول 6 أمتار بالفعل ملمسهاش عبادري كان قاسمي هو اللي وزع الكرة أمامنا قاسمي رضا نذكر هداف شباب قسنطينة بأربعة أهداف ون
انطلاقة من مهناوي، لكن الحكم يقول تمس بعد تدخل من بالغربي. حيوية في وسط الميدان ولكن تقل عند الاقتراب من منطقة العمليات. محاولة التواجد عدد كبير من اللاعبين وسط الميدان، وشام يوزع كورتو وتدخل الدفاع، الانطلاقة والهربة من وشام على الجهة اليمنى، يوزع كورتو كرة أسرع وتماس السرعة في بعض الأحيان تخلي اللاعب يضيع الكرة. فوديلي لقاسمي ما يمرش، موجود قربوعة بالعقب ممتازة عاد مختار هايلا مكحوت، والحكم يقول خطأ ولمس من القميص من سايبي لمكحوت. وسط ميدان دفاعي لمولودية قسنطينة، هاي اللقطة واللمس، مسك اللاعب مكحوت من القميص من طرف سايبي توفيق، والجمهور يبقى يشجع. ربما المباراة بحاجة إلى فعالية أكثر في الهجوم، والحكم يقول خطأ. عبد الكريم الأطرش سبق له أيضا وأن درب مولودية قسنطينة في الموسم 97، وعاش أيضا مباراة الدربي، مباراة واحدة قبل الانسحاب، تعادل على إثرها الفريقان 0-0. يدخل كثير بن ساسي نصر في وسط الميدان، والانطلاقة من بدري رأسية لبولمديس لكن ما يمرش. صايبي أمام الشام إلى الوراء لبالغربي أو بودياف، يوزع ناحية صايبي وفي التغطية شاوي كمال، ومباشرة الكرة إلى المدرجات، وعم مرور الوقت تزداد تشجيعات الأنصار. الجمهور يبقى واقف، هذا هو ملعب عبد الملك، والمدرجات الضيقة التي لا تتسع للآلاف من الأنصار، والذين نقول أنهم محظوظين في مباراة اليوم على اعتبار أن اللقاء منقول مباشرة على الشاشة الصغيرة. الفرصة أمامهم أيضا لمتابعة اللقاء مباشرة من ملعب بن عبد الملك الذي يعيش أجواء تعود بالكثير من الرياضيين إلى سنوات السبعينيات، لما كانت القمم أو مباريات الدربي حقيقية. ولو أن المباريات الأخيرة ومباريات الدربي بين المولودية والشباب بدأت تفقد نوع من خصوصياتها لعدة عوامل، لكن رغم هذا يحاول الأنصار المحافظة على هذه الخصوصية والإبقاء على روح كرة القدم بهذه المدينة التي أنجبت الكثير من الرياضيين اللاعبين الكبار. وتدخل والتغطية من قربوعة، والانطلاقة من مكحوت، عنده الكرة أمامه بالرابح، يفضل للمراوغة توصل لبالرابح، الحاكم يترك مبدأ الأفضلية، والانطلاقة مرة أخرى تعود توصل لفوديلي في وضعية جيدة. فوديلي حافظ على كورتو يغطيها، يحتفظ قليل يبحث عن رفيق، يوزع كرة هايلة لوشام داخل منطقة العمليات، وبنفيسة في المكان المناسب، كانت توزيع هايلة، كرة ثنائية بين فوديلي وهشام، وتوزيعت هشام في الركن الأيمن الأول، وكان موجود في القائم الأول بنفيسة، مريرة ذكية في العمق توصل لهشام والتوزيعة، لكن بنفيسة الأزرق غلق الزاوية في القائم الأول وفوت على شباب قسنطينة فرصة وصول الكرة إلى المهاجمين. نقدر نقول الآن تيم حمدات اللعب بدا ينتعش أكثر، ولكن نبقى بحاجة إلى أكثر فعالية داخل منطقة العملية. أكيد لاعب انتعش، ولكن هناك نوع من التحفظ خاصة بالنسبة لفريق مولودية قسنطينة الذي أصبح يلعب على الكرات الهجومات المعاكسة. تمريرة مثل هذه التي قام بها اللاعب هشام كان يمكن أن تكون تمريرة أرضية خلفية في نفس الوقت حتى تكون أكثر فعالية. ونلاحظ أيضا في حمدات ربما نقدر نقول أكثر صرامة تكتيكية من كل اللاعبين، يعني ما فيش تسامح. بالضبط، لأن اللاعبين واعيين بأهمية المقابلة بالنسبة للفريقين،
وعلى هذا الأساس الكل مجند للقيام بدوره على أحسن وجه. والانطلاقة مرة أخرى والحكم يقول فيه خطأ، ولو أن تبقى النتائج المسجلة وسجل كل فريق خالي من الألقاب ما عدا لقب واحد في البطولة لكل فريق، فريق مولودية قسنطينة فاز بالبطولة في الموسم 91-92 بقيادة المدرب آنذاك رشيد بوعراطة، ثم شباب قسنطينة يفوز بأول بطولة في تاريخ هذا الفريق العريق سنة 1996 بقيادة محمد حنكوش، ولو أن محمد حنكوش كان غائب في اللقاءين الأخيرين، لكن يبقى السجل أو يبقى اسم محمد حنكوش في سجل هذا الفريق الذي فاز مرة واحدة بالبطولة على غرار أيضا مولودية قسنطينة. ولو أن المولودية ربما بالنسبة للكأس لعبت ثلاث نهائيات 64 76 وتبقى من أحسن مباريات أحسن نهائيات سنة 76 بين مولودية قسنطينة ومولودية الجزائر، وعاد الفوز لمولودية الجزائر بهدفين لصفر من أمضاكل من بلمو وعلي بن الشيخ. وقبل هذا مولودية قسنطينة لعبت نهائي أمام مولودية وهران سنة 75 وانهزمت أيضا بهدفين لصفر، بينما شباب قسنطينة وصل لدور النصف النهائي بفريق كبير آنذاك بقيادة سليم العايب وأيضا سمير بن كنيدة. انطلاقة تقريب كل الكرات على الجهة اليسرى، فضيلي هائلة والتغطية في الوسط، وعبادري يعود إلى الوراء لأن الكرات ما وصلتوش كثير، وكأنه يريد مساعدة اللاعب وسط الميدان استرجاع الكرة والانطلاق بالكرة، لأن ما فيش كرة كثيرة وصلت لعبادري. والمدايش يستعد للتسديد ولكن عودة موفقة في الأخير من بوضياف ممتاز ناحية صايبي بدوروني نزليوي، تمريرات قصيرة وشاوي أو شاوي وشام عفوا، وبطاقة صفراء الثانية من بن رابح يحتج بعنف أمام زكريني. طريقة الاحتجاج هذه لم يتقبلها الحكم زكريني من بن رابح، إنما كان فيه تدخل بالفعل من الخلف أمام الشام، ولكن احتج بقوة اللاعب بن رابح. يبقى الجمهور يشجع طبعا ويتمنى أن يشاهد أحسن، يتمنى في كل مرة وين يزيد ريتم المباراة تزداد الفرص وتزداد الهجومات الخطيرة، رغم أن بن رابح لاعب معروف بأخلاقه خبرته وتجربته، إلا أنه احتج بقوة والشام وتغطية من شاوي ما توصلوش الكرة كما ينبغي من نزليوي وتخرج إلى 6 أمتار. هذه المناظر الخلابة لمدينة قسنطينة مدينة الجسور في الجهة التي كنا نشاهدها في الجهة هذه، الجسر الكبير جسر سيدي مشيد هو الذي يربط بين الضفتين، لو المخرج يعيد الصورة مرة أخرى حتى الجمهور الرياضي يشاهد المناظر الجميلة لمدينة الجسور في هذه الأمسية الرمضانية عفوا التي تعيش أجواء كبيرة بمناسبة هذا الدربي المحلي. أسيم حمدات الآن المباراة في أجواء رمضانية، اللاعبين صايمين، هل نقدر هل نطلب أكثر من اللاعبين أن ما نشاهده الآن يعني مقبول مقارنة مع الأيام الأخرى العادية؟ أكيد، لأنه شهر صيام تصعب الأداء بالنسبة للاعبين، في نفس الوقت أيضا المقابلة تجري في وقت غير مناسب، يعني انطلاق المقابلة على الساعة 1:30، هذا يصعب من مهمة اللاعبين، يكون اندفاع في بداية المقابلة، ولكن هذا قد يؤثر لاحقا على الحالة البدنية للاعبين. نتمنى أن اللاعبين على الأقل يقسموا المجهود البدني نتاعهم خلال المقابلة، وهذا هو هنا يكمن ذكاء كل لاعب في حسن اقتصاد الطاقة وتسيير المقابلة حسب الوقت. وعودة بالغربي إلى الميدان بعد ما تلقى الإسعافات، تبقى لي مهناوي تدخل قوي، الحكم يقول حتى شيء، ترك الأبدال آيت مختار، مراوغة جميلة يبحث عن المساعدة،
يفضل يحتفظ على كورته ويوزع يسدد. لا فصدم بالدفاع والانطلاقه من بودياف ولا احد، ما فيش صح التعبير اللاعب اللي يطلب الكره. اللاعب بودياف كان بالكره رقم 18 ولكن ولا احد كان يطلب الكره. اللاعبين تقريبا كامل كانوا في منطقتهم بالنسبه لعناصر شباب قسنطينه، وبالتالي ضعف في الانطلاقه. تبقى الكره دائما في وسط الميدان مع وجود عدد كبير من اللاعبين ولمولودية قسنطينة. الحكم المساعد السيد طاهر بن العيد وفوديني غير راضي ايضا على قرار الحكم. طبعا مباراة اللاعبين يحتجوا كثير وهذا شيء طبيعي خاصة في مباراة مثل هذه، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للحكام اللي لحد الآن يتابعوا كل كبيرة وصغيرة وقرب من كل اللقطات. انطلاقة من مهداوي ولكن من مرش وسط اثنين من اللاعبين. صيبي بذكاء الى الوراء لعوامر محمد طويله من هذا الاخير. ايت مختار يعاود يرجع الكره، اخذ ورد في وسط الميدان. صيبي امام مهناوي تقديم الرجل حسب اشاره السيد زكريني وخطا يتنفذ بسرعه لصدراتي على الجهه اليسرى. يوزع كورته يوجد الشام يحافظ عليها يراقبها وينطلق وسط مجموعه من اللاعبين. دائما عنده الكره يمر لصدراتي دائما على الجهه اليسرى. الحكم يقول خطا وخطا وخطا. حذاري حذاري صدراتي بعد تدخل القوي من مكحوت اللي يغطي في كل مره الجهه اليمنى، لان في البنساسي يعاود يرجع ببطء. مكحوت في كل مره يساعد بنساسي. وكره ثابته اخرى هذه المره امامها سيبي توفيق. كل لاعبين تقريبا داخل منطقة العمليات بالتدخل اقربها. احمد تعاود ترجع لصدراتي لكن هذه المرة بنساسي موجود. تماس تنفذ بسرعة ناحية بن رابح يطلب الكرة بن مدايس لكن ما توصلوش. كان موجود عوامر محمد او صدام اللي كان موجود في التغطية. ثم كشوط في منطقته امام مهناوي وصل له الكرة رقم 14. يعاود يرجع لك الشوط ناحية بن مدايس يحاول يراوغ امام عبادري حافظ على كورتو لكن ما يمرش. احتفظ كثيرا بالكره في الوقت اللي وين كان عبادري يطلب في الكره. والحكم يقول مره اخرى خطا. تدخلات قويه في الحمدات يعني في كل مره ما فيش تسامح. نزيد ناكد على هذه المقابله هامه جدا بالنسبه للفريقين وبالتالي تتطلب اندفاع بدني كبير وفرامة. ما يتركوش الخصم المساحات اللازمه بالكره ترك المساحات تسمع اللاعبين بحسن التصرف وبالتالي لا يجب ترك المساحات وهذا ما يفعله اللاعبون يعني من الجانبين. اذا فوديني في بناء هجوم شباب قسنطينه ناحيه الشام والحكم يقول خطا مره اخرى. هذه المره من احمد قربوعه قائد فريق مولوديه قسنطينه. هل يستثمر شباب قسنطينة في الكرات الثابتة هذه بعدما تكررت الأخطاء من طرف دفاع مولودية قسنطينة؟ في كل مرة تقريب الكرة الثابتة قريبة من خط منطقة العمليات ولكنها لم تستغل. هنا على اللاعب حمدات هنا على اللاعب يوظف ذكاء ويبدو لي. أكيد أكيد. إذا فوديني أمام الكرة توزيعها صعبة بنفيسة يبعد الكرة ويخرجها من على خط المرمى. اخطر لقطه واخطر كره لشباب قسنطينه في من كره ثابته كاد على اثرها فوديني ان يخادع الحارس بنفيسه لحد الان قائم بدوره كما ينبغي للمره الثانيه. ثاني كره خطيره يفوتها بنفيسه على مولوديه قسنطينه بعد كره الشام. هذه المره كره ثابته كان صعبه. اخطر لقطه لحد الان منذ بدايه الشوط الاول لشباب قسنطينه. كنا نتحدث عن استثمار الكرات الثابتة وكاد استثمارها. هيلا الهدف من الشام. هيلا الهدف الأول من الشام. تسديدة قوية من خارج منطقة العمليات. الشام يتمكن من مخادعة بنفيسة واشتباك مولودية قسنطينة وتنفجر المدرجات. والشام يفجر المدرجات بالهدف الأول لشباب قسنطينة. الهدف اللي كان ينتظره الجمهور جاء في الوقت المناسب بالنسبة لأنصار شباب قسنطينة وتتغير النتيجة. والشام يحدث انقلاب كامل في المباراة نقدر نقول في تسجيله للهدف الأول لشباب قسنطينة
بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات، هذه المرة يفلح في مخادعة الحارس بنفيسة الأزرق والمدرجات والتسديدة والإعادة للهدف الشام من خارج منطقة العمليات رغم الارتماء من بنفيسة الأزهر، لكن تسديدة والشام كانت قوية وهدف جميل وجميل جدا لشباب قسنطينة، والمدرجات تنفجر مرة أخرى وأهازيج كبيرة لأنصار شباب قسنطينة، والمقابلة تبعث من جديد هنا بملعب بن عبد الملك. هل سيغير في مجريات المباراة هذا الهدف المسجل من طرف وسام سيد محمدات؟ أكيد كنا قد شاهدنا يعني ما تحدثت عنه كان صائبا، بحيث أن فريق شباب قسنطينة لم يستثمر في المخالفات التي منحت له على الجانبين، وذكاء اللاعب هو الذي سمح بخلق فرصة مواتية للتسجيل عندما صدمت كرة بالعارضة، ثم استغل فريق شباب قسنطينة الفرصة المتاحة إليه عن في العمق بوسط هذه التسديدة. هدف جاء قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، هل سترد مولودية قسنطينة على هدف من كرة ثابتة هذه المرة أمامها بالرابح وأيضا بنساسي، كرة ثابتة مرة أخرى لمولودية قسنطينة. نتمنى أن نشاهد الأهداف، الأهداف هي التي تبعث الروح في المباراة وفي الجمهور، ومحاصرة كبيرة لعوامر أمام عبادري بالرابح داخل منطقة العملية، والحكم لا يقول فيه خطأ، الحكم أشار إلى خطأ ولدفاع شباب قسنطينة. محاولة الرد على هدف وشام من طرف مولودية قسنطينة، والأنصار والفرحة الكبيرة، أنصار شباب قسنطينة وفرحة كبيرة في المدرجات طبعا بهذا الهدف، لأن فريقهم يبحث على الفوز في مباراة اليوم طبعا لتسلق سلم الترتيب، على اعتبار أن فريق مولودية قسنطينة تفضل عن شباب قسنطينة 7 نقاط كاملة. مولودية قسنطينة تحتل المرتبة الثانية وراء الرايد اتحاد عنابة. مولودية لم تنهزم في المباراة في 7 مباريات، هل يتمكن اليوم شباب قسنطينة من إلحاق أول هزيمة بالمولودية في هذا اللقاء الدربي؟ والمدرب نور الدين سعدي 56 سنة وسط اللاعبين الاحتياطيين لشباب قسنطينة، وجود كل من برباش عوامري فارس العوني عاشوري لعمش مزياني والحارس الثاني عويطي كلاعبين بدلاء، والمدرب نور الدين سعدي يعيش اجواء دربي اخر بعد ما عاش اجواء دربي العاصمة، عاش دربي العاصمة 6 مرات لما كان مدرب لاتحاد العاصمة، ومرة لما كان مدرب لمولودية الجزائر، كما عاش الموسم الماضي دربي عاصمة الحماديين بجاية لما كان يدرب المولودية مولودية بجاية وفاز، ومرة أخرى بنفيسة، والضغط الآن على دفاع مولودية قسنطينة والحارس بنفيسة. الهدف خلق ارتباك على مستوى دفاع مولودية قسنطينة وعناصر مولودية قسنطينة حميمدات اللي رجعوا إلى الوراء. فريق شباب قسنطينة أكثر جدية وأكثر انضباط وأكثر إرادة في هذه اللحظات، وهو يحاول بكل جدية من أجل مضاعفة النتيجة حتى يستقر من الناحية النفسية ويلعب بأكثر راحة. كرة أخرى وهذه المرة ركنية، كرة ثابتة لكن من ركنية هذه المرة من فوضيلي داخل منطقة العمليات، وخطأ كاد مكعوس الآن يصبح يلعب كظهير أيمن، كاد يرتكب خطأ مرة أخرى داخل منطقة العمليات، ولكن من حسن حظه أنه تدارك ذلك وأبعد الكرة إلى التماس ولشباب قسنطينة. تعود ترجع لسايبي أو فوضيلي بعد ما جاءت الكرة من سايبي، والحكم يقول خطأ هذه المرة من بنساسي. فوضيلي مازال وقع على أرضية الميدان يعاني بعد الاحتكاك بينه وبين بنساسي. كرة ثابتة أخرى أمامنا، فوضيلي رقم 7، نتمنى الإصابة تكون خفيفة. بدا
إذا قلت فريق مولودية قسنطينة يحتل المرتبة الثانية ب 17 نقطة أمام وراء الرائد اتحاد النبا ب 19 نقطة، بينما شباب قسنطينة المرتبة الخامسة ب 10 نقاط. آخر لقاء ديربي بين الفريقين انتهى لشباب قسنطينة بهدف لصفر، ولو أن لقاء الذهاب انتهى لمولودية قسنطينة بهدفين لهدف واحد. هدف مولودية قسنطينة أمضاهما خرخاش. وكان آنذاك يدرب شباب قسنطينة المدرب الفرنسي فرانسوا براكشي المدرب الحالي لمولودية قسنطينة، بينما كان في لقاء العودة أو في لقاء الذهاب أيضا محمد سبيب هو اللي كان يدرب مولودية قسنطينة بعد ذهاب قريشي. الانطلاقة من مولودية قسنطينة، ولو أن أكثر إرادة وأكثر صرامة من جانب شباب قسنطينة بعد تسجيله للهدف كرة طويلة لكن ما توصلش لقاسمي. قربوعة لمكحوت يمر مراوغة جميلة أمام بول مدايس، هاي لا راح يسد بعيدة، كاد يخادع بها الحارس بابوش، تسديدها من خارج منطقة العمليات مرت بقليل فوق مرمى الحارس بابوش. تسديدها مرة أخرى من رقم 15 بول مدايس كانت ممتازة من خارج منطقة العمليات. سي محمد تلاحظ الآن فيه محاولات تسديد من بعيد في الشوط الأول هذا، يعني هل هذه الشيء اللي ما كانش موجود ربما عند اللاعب الجزائري؟ أكيد في محاولات من الجانبين وخاصة من فريق مولودية قسنطينة الذي هو في الحقيقة لم يحاول أن ينوع من حيث اللعب ولم يحاول الدخول يعني أكثر في المقابلة باعتبار أنه تقريبا يعني استسلم لضغط فريق شباب قسنطينة، وبالتالي يعتمد على لعب واحد لا يريد التنويع وهو ما هو يعتمد تقريبا على الكره الطويله ناحيه عبادي، ولكن عبادي محاصر رفيقه وهو ما لا يسمح له بتاديه مهامه. المفروض انه فريق مولودية قسنطينة ينوع من حيث الاداء. والانطلاقه من عبادي اللي كان نقدر نقول في الشوط الاول كان غايب اليوم، ولو ان ما فيش كره كثيره وصلت لعبادي اللي يفضل المساحات الكبيرة حتى يراقب كورتو، ولكن في كل مرة تكون فيه رقابة لصيقة لهذا اللاعب اللي يوجد صعوبة في التحرك داخل منطقة العمليات وسط دفاع شباب قسنطينة اللي ما تركلوش مجال للتنفس لحد الآن. ربما الشيء هذا راح يشوفه عبد الكريم الأطرش مدرب الفريق راح ينتبه لهذه الأمور، ويبقى الشوط الثاني ربما للمدرب لعبد الكريم الأطرش وايضا بالنسبه لنور الدين سعدي للحفاظ على النتيجه ولمضاعفه النتيجه. المهم في مباراه اليوم هو الفوز ايضا بالنسبه لكل فريق. الفريقان يطمحان للعوده الى القسم الوطني الاول توزيعها داخل منطقه العمليات. عبادي براسيه ناحيه بالرابح يراقب الكره داخل منطقه العمليات، ما يمرش بالرابح. والانطلاقه وسام هايله ناحيه فضيلي والعوده الموفقه من بنساسي، لكن تمريرته بعيدة. فوديني جميلة ناحية سايبي ما يتمكنش منها أمام شاوي كمال، ومباشرة إلى التماس لشباب قسنطينة. تقريبا كل اللعب متركز على الجهة اليسرى بالنسبة لشباب قسنطينة. فوديني يحاول يمتع ويبدع في تمريراته، كرته ما توصلش ناحية قاسمي، الحكم يقول فيه خطأ لمولودية قسنطينة. وسط الميدان الكرة أمام الكرة محمد قربوعة لكشوط الجهة اليسرى لبول مديش أو مهناوي، وتماس لمولودية قسنطينة بعد تدخل من نزليوي. فيه فتور في الأذان لحد الآن. هايلة رأسية كانت ممتازة، والحارس بابوش
في المتابعة والمكان المناسب بعد رأسية مهناوي نادير، لكن كان سهلة بالنسبة لياسين بابوش نهار الشباب قسنطينة. مهناوي راقب كورتو أو بولمدايس متوصلش لمدحوت، فيه تشابه كبير بين بولمدايس ومهناوي. ثم ما يمرش قاسمي، في أجواء تنظيمية صارمة تلعب مباراة اليوم، أجواء تنظيمية ممتازة. والوقت الرسمي انتهى، الحكم يلعب الوقت البدل ضايع ويضيف دقيقتين. سيد ذكريني آية أمامنا اللوحة، يرفعها الحكم الرابع سيد حبيباتني، وشباب قسنطينة متفوق في النتيجة بهدف لصفر منذ الدقيقة 34، هدف أمضاه هشام زهير. الشوط الأول نقدر نقول مستواه مقبول، مقبول فعلا، المستوى لا بأس به، اللاعبون حاولوا قدر المستطاع أن يكونوا حاضرين من جميع الجوانب رغم الفتور الذي نلاحظه في العشر دقائق الأخيرة، إلا أن المقابلة كانت يعني لا بأس بها. الحاكم يقول مواصلة، أمر بمواصلة اللعب، ويبقى أحد اللاعبين واقع على أرضية الميدان لكن ينهض في الأخير، عاود يرجع والانطلاقة من الشوط، عرض على كورتو يتوغل يغير ناحية مهناوي، يلحق على الكرة قبل خروجها، هل يراوغ أو يوزع أمام زريوي، يفضل يمرر، وتدخل الدفاع مرة أخرى كالشوط في صراع كروي مع قاسمي، والحكم يقول الكرة لشباب قسنطينة ولين زريوي. الكريم الأطرش طبعا غير راضي لحد الآن، غير راضي على قرار الحكم، طبعا كل يحتج على قرار الحكم، فمن يرضى على قرار الحكم في مباراة اليوم؟ طبعا الحكم لن يجد كل الرضا، ولكن الحكم لحد الآن ممتاز في تسيره للمباراة. سيد ذكريني رضي الحضور أم لم يرضوا، فهو يطبق القوانين وفقط، وعلى الجميع الالتزام والتقيد بما تتطلبه كرة القدم. أمامنا اللاعب آيت مختار حكيم، لعب وسط ميدان مولودية قسنطينة، كرة ثابتة الآن، مكحوت داخل منطقة العمليات، والحكم يقول فيه خطأ، حكم زكريني يقول فيه خطأ، يقول فيه مسك من القميص. بابوش يعاني، وفي هذه اللحظة السيد زكريني يحسم الأمر بإعلانه عن نهاية المرحلة الأولى بين مولودية قسنطينة وشباب قسنطينة بتفوق شباب قسنطينة كما تبينه الصورة، بهدف لصفر. ذكر الهدف سجله هشام زهير في الدقيقة 34 من المرحلة الأولى. سيداتي وسادتي، حتى نلقاكم مع بداية الشوط الثاني بحول الله.